race to the grave, to the pave, to pass, to face the facts, and race till it fades to black, a blaze, a track, a talent that it pays for rap, until my dead and gone, can I whatever be done, I get up on, better form, when I be pushing up on the metaphors, get up on, jealous, wishing that I was never born, but they never gonna forgive me, shout out the Pentagon, hella bombs, that I came to drop on the Caribbean, and wonder when the rain will stop, I flame the cross, until I get my name to pop, and I be kicking down doors, till I break the locks, I'm like, اهلا بيكم في راب سين، معانا فيديو جديد ومعانا اخبار جديده ومعانا مواضيع جديده هنتكلم فيها، بس الفيديو كده هيكون سريع ومختصر وهنكون كده بنسخن بيه للرجوع تاني، لان زي ما انتم عارفين التشانل اتقفلت من ايام ورجعت تاني فكان عيتنا شويه، بس عامه يعني كل حاجه اتاخرنا فيها هتنزل غالبا بكره او بعده، افضل 15 تراك في شهر مايو، وكمان سلسله المشهد في اسبوع، الاسبوع الاول من شهر يونيو منزلش، فكل الحاجات دي هتنزل بكرة غالبا. وقبل ما نبدأ كده المواضيع اللي معانا، خلونا ناخد نظرة سريعة لتراك لجوهر بعنوان الدنيا طريق ونرجع تاني. الدنيا طريق، السكة في عد ما شمال الله يمي، السكة مسلكة غنى والله صيف، لا لا في حاجة تالت زي احنا شايفين امين ورا عاد السد. وده كان تراك الدنيا طريق لجوهر، هتلاقوا اللينك بتاع التراك في اول كومنت مثبت تحت او في الديسكريبشن. ودلوقتي خلونا ندخل في الاخبار اللي معانا. أبي يوسف أخيرا رجع، ونقدر نقول ان دي بداية موفقة جدا للألبوم اللي اعلن عنه بعنوان ماكينة. وفي اللحظات ديت أبي يوسف دلوقتي موجود كترند واحد على اليوتيوب في مصر، وتركب الناس كان قوي جدا للتراك، يعني بنتكلم عن ان التراك لحد دلوقتي في 24 ساعة حقق 200,000 فيو. التراك في اول ساعة بس كان محقق 100,000 فيو مستنيين التراك في الميعاد اللي أبي يوسف اعلن عنه بعد تنازلي، فنقدر نقول ان الراب سين كله كان مستني التراك وكان ظابط ساعته على الساعة اللي هينزل فيها. كل حاجة بتبقى غامقة والدنيا بتبقى ساكتة. بالنسبة لي وبشكل شخصي انا عجبني جدا التراك وعجبتني جدا، يعني البداية خلتني متحمس جدا ان انا اسمع باقي الالبوم واشوف الدنيا هتبقى عاملة ازاي في باقي التراكات اللي هتنزل. والتراك انا لما سمعته اتعاملت معاه باعتبار ان هو البداية والنهاية في نفس الوقت، لان أبي يوسف كان ليه تصريح الفترة الاخيرة قال فيه ان الاغاني هتكون متسلسلة، ولو الالبوم اتسمع من الاخر للاول هيبقى ليه معنى، ولو اتسمع بترتيب نزول التراكات من الاول للاخر هيكون ليه معنى تاني. فانا اتعاملت معاه بالمبدأ ده بحيث ان اشوف الدنيا تبقى عاملة ازاي. وده كان رأيي الشخصي في تراك كل حاجة بتبقى غامقة لأبي يوسف. برضو اكتبوا لينا رأيكم تحت في الكومنتات، اكتبوا لينا ايه اللي عجبكم في التراك، ايه اللي ممكن يكون معجبكوش برضو، بحيث ان احنا نشوف برضو قراءكم في الموضوع. اما بالنسبة للمراجعة والتفاصيل اكتر في التراك، فروميح كان نزل مراجعة من ساعات، هتلاقوا اللينك بتاعه في الديسكريبشن او هتلاقوا الفيديو عامة موجود على التشانل. ونروح للموضوع التاني اللي معانا عن تراك مرتديلا لويجز وماويس. طيب اول حاجة احنا يعني اكتف جدا على الانستجرام، فاللي مش متابعنا هناك يتابعنا، لان الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه ريليتد شوية بالاكاونت بتاع الانستجرام عندنا. الموضوع بدأ باختصار ان امبارح ماويس نزل بريمير لميوزك فيديو باسم مرتديلا وهو فيتشر مع ويجز. ما باكلش المرتديلا، مسلس بيتزا موزاريلا، شدي فيها تشدي فيها، قاعدين بنفخت في الفيلا. واحنا طبعا لما شفنا الموضوع اعلنا عنه على الانستجرام، لان اي تراك جديد احنا الفترة الاخيرة بنحاول نغطي كل على الانستجرام بحيث يبقى فيه كفر للراب سين كله عامة. فاللي حصل ان احنا نزلنا كفر بالموضوع، قلنا ان في تراك لمويس مع ويجز بعنوان مرتديلا هينزل النهاردة والكلام ده كله، فلقينا ان البوست دوت بيتشير بشكل كبير، ولكن الكومنتات كلها كانت سلبية جدا على ويجز بسبب ان التراك نازل في نفس التوقيت اللي أبي يوسف اعلن عنه تقريبا. فلقينا ان الفانز خدت الموضوع من منظور ان ويجز بيضايق أبي يوسف او بيحاول يضيق عليه يغطي عليه، يعني نازل في نفس الساعة حاجة زي كده، بس لقينا ان الموضوع ده مش صحيح. يعني لقينا ان ويجز ما اعلنش عن التراك، لقينا ان عدت ساعة والتراك نزل ويجز ما اتكلمش عليه،
فلقينا برضك ان الكليب لما نزل واضح ان هو كان قديم جدا، لان ويجز اساسا تقريبا بنتكلم ان هو كان قبل سنة ونص حاجة زي كده. فكنا بنتناقش انا والشباب كتير في الجروب اللي هو ليه ويجز ينزل بكليب يعني مش بالمستوى في الوقت دوت، في وقت ما الناس اصلا مستنياه بقالها شهر ونص او شهرين، وبمجرد ما ينزل حاجة الموضوع هيبقى فيه تشويق شوية، اللي هو زي ما تقول كده انت عطشت اسمك في السوق، فلما تنزل بحاجة الناس بقى هتبقى مستنية على نار والكلام ده كله. ففكرة ان انت تنزل بحاجة قديمة، حاجة مش ضمن مثلا الحاجات اللي هي ممكن تقوم ضيفالك قيمة، كانت غريبة شوية. فبالتالي احنا استنتجنا ان الموضوع دوت ممكن يكون يعني مش برغبة ويجز، ممكن يكون الموضوع اصلا ما كانش في البلانز ان هو يكون التراك دوت اول تراك لويجز بعد الفترة اللي هو ما كانش بينزل فيها على غير عادته يعني. فالفكرة كلها ان احنا ملاقينا الموضوع كده، مسحنا البوست اللي احنا نزلناه عن التراك بحيث ان الموضوع ما يبقاش ان احنا عملنا دعاية للتراك والتراك مثلا يكون مش ضمن الخطة، او يكون في مشاكل حواليه، او يكون في مشاكل على نزوله في الوقت ده. لان اعتقد ان يعني النوع دوت من التراكات اللي هو بيبقى تراك مع مثلا حد عنده فان بيس كبيرة، مع حد لسه مش عنده مثلا الجماهيرية الكافية، بيبقى النوع دوت من الفيتشرز مدفوع. ففكرة ان التراك يكون مثلا متأخر سنة ونص نص سنتين مع مثلا حد زي ويجز، جماهيرية ويجز من سنة مثلا او سنة ونص غير جماهيرية ويجز دلوقتي، فكان الموضوع ان كليب زي كده متجهز المفروض لتراك اتأخر طول المدة دي كلها ونزل في التوقيت دوت وفي نفس اليوم مع أبيوسف، كان نوعا ما كده الموضوع فيه زي ما تقول حاجة كده غريبة، فاهم؟ وده طبعا خاصة ان التراك خد فيدباك سيء، فهو طبعا مش احسن حاجة ممكن يعملها ويجز. ده تقريبا اكتر تراك لويجز خد يعني ديسلايكس كنسبة مقارنة باللايكس، يعني بنتكلم عن 7500 تقريبا لايك مقابل 2000 ديسلايك، وده تراك موصلش الترند. ففي ناس مثلا عملت ديسلايك ما عجبهاش الموضوع، لا ده تراك كل اللي راحوا عملوا سيرش عليه عشان يسمعوه هم الفان بيز بتاعت ويجز نفسه. فالتراك نفسه في حد ذاته يعني مفهوش مشكلة، انا حسيت ان المشكلة بس في التايمينج اللي نزل فيه، لان الناس كانت مترقبة اي حاجة تنزل من ويجز فنزل لهم التراك دوت. فبس ده كان الموضوع بشكل عام، وده كان استنتاجنا ورأينا في الموضوع. طبعا ده مش اول مرة ويجز يعمل تراكات من النوع ده، افتكر كان عمل برضو تراك ما عنديش مع السكران، بس التراك دوت كان اعلن عليه ويجز، وكان فيه برضو شوية تراكات زي كده اتعملت برا بس كان ويجز في العادي بيعلن عليها. لكن التراك دوت ممكن يكون زي ما فهمتكم برا الحسبة بتاعت ويجز، خلاص مش مهتم بيه، فما كانش عايز يسلط عليه ضوء مثلا، او ما كانش عايز يخلي التراك دوت محور انتباه الجمهور الفترة دي. لكن اللي حصل ان التراك طبعا اتشاف من الراب سين كله، التراك لحد دلوقتي تقريبا في 24 ساعة عمل 80,000 فيو على اليوتيوب، فكان الموضوع يعني مشي بالطريقة ديت. خلونا بقى نقفل على الموضوع كله، وما تنسوش تقولولنا رأيكم في التراك تحت، ونروح لموضوع تاني. ونروح للموضوع الثالث والاخير معانا عن ليجاسي. ليجاسي كان نازل اسك على الانستجرام وحد ساله قال له انت كنت بتقصد تنكش حد لما قلت مش عايز اركب قمار وروحي تبقى في الدواسه تحت رجلي؟ فليجاسي رد عليه وقال له اغلب كلامي في التراكات بيكون مبني على احداث حصلت في الواقع، فانا في الغالب لو نكشت حد هكون بنكش حد كان قريب مني في الحقيقه. وقال انا قصدي من البار دوت اني مش عايز ادوس على روحي علشان مقابل ايا كان هو ايه، سواء بقى فلوس او شهره الى اخره. مش مستني منهم حاجه، مش عايز اركب قمار وروحي تبقى في الدواسه تحت رجلي. تقريبا اللي كان بيسأل السؤال دوت كان بيحاول يستفسر كده عن حاجة معينة انا خدت بالي منها من فترة بس مرضيتش اتكلم فيها لسبب كده معين. الفكرة كلها ان الموضوع دوت ريليتد بموسكو، لان موسكو كان نازل تراك بعنوان كامارو. الدغري مش حابين اسحب لك شعب راسبوتين، احكي لك عن نهاية وابقى من المؤرخين، بوش رجل شوتك لو تشوفني برا الدين، امسح لك التاريخ وابدأ لك من جديد السين. وطبعا موسكو احنا كنا اتكلمنا كتير عنه الفترة الاخيرة، ومن كتر ما اتكلمنا الناس بدأت تاخد فكرة غلط عن الموضوع، او ان احنا واخدين وضعية احمد موسى يعني في التعامل مع موسكو وكده. مع ان لو بصينا للموضوع بشكل سليم هنلاقي ان موسكو اقوى رابر صاعد دلوقتي في السين حاليا، بدا ياخد ريسبكت من ناس كتير الفتره الاخيره، غير كده شغله بيثبت نفسه وشغله بدا ياخد زخم كبير الفتره الاخيره. تراك قداس يعتبر هيت بالنسبه لموسكو، تقريبا عدى 70,000 فيو على اليوتيوب. وغير تراك قداس موسكو نزل تراكات تقيله جدا في فتره زمنيه قصيره، فخلى الموضوع مديله بوش قوي ان هو يبقى من الستارز في السين الفتره الجايه. فالفكره كلها ان كان ليجاسي كاتب على تويتر نفسي في كامارو 69 زرقاء وبخطين لونهم ابيض، فموسكو رد على الكلام دوت وقال
ما شافنيش من اسبوعين وانا بخمس بالقمار الصفراء ومخطين سود. فليجسي رد عليه وبعد كده موسكو بعت له لينك تراك. فالفكره كلها ان الكلام اللي حصل دوت كان قبل تراك كان مدات باسبوع تقريبا اللي هو كان ليجسي قايل فيه البار اللي اتسال عليه ده. فالمهم بعدها ان موسكو لما سمع التراك قال انا مش عارف البار بتاع قمارو اللي قاله ليجسي في اخر تراك ده صدفه وتصادف ولا يمكن في قصد منه ولا ايه بالظبط الموضوع. وبس ده كان الموضوع باختصار، ما حبيتش اتكلم عليه في وقته لما حصل لان الموضوع كانت الناس ممكن تفهمه غلط وقتها. فبس كده حبينا ان احنا نتكلم في الموضوع بعد فتره وبعد ما ليجسي يوضح ان الموضوع ما فيهوش نكش والموضوع يعني عادي، وحتى لو فيه اصلا حاجه فالموضوع راب جيم يعني والموضوع لطيف يعني في السكه ديت. وبس دي كانت المواضيع اللي معانا النهارده. طبعا انا كنت بادئ الفيديو ان الفيديو هيكون قصير وسريع والكلام ده ما حصلش، وتقريبا انا دخلت في 10 دقايق او اكتر، فما علينا يعني اعتبروا نفسكم ما سمعتوش الكلام ده في البدايه، لان الفكره كلها ان انا مش ببقى محضر الحاجه بالتفاصيل، انا يعتبر برتجل معاكم شويه في شويه المواضيع اللي عايز اتكلم فيها بحيث ان الكلام يبقى حر ويبقى الموضوع الطف يعني بكتير. فطبعا ما كنتش مجهز لكل الرغي ده كله، بس قشطه يعني رجوع لطيف يعني. وبس لحد هنا يعني ما تنسوش تشتركوا في القناه، تعملوا لايك لان ده بيساعد في انتشار الفيديوز. ما تنسوش تتابعونا على كل السوشيال ميديا، هتلاقوا الفيسبوك، الانستجرام، تليجرام، هتلاقوا تويتر، هتلاقوا الويب سايت بتاعنا كمان في الديسكريبشن. تابعونا على